على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصل. كلنا بنعاني من فوضى إعلانية كبيرة جدا على عدد من القنوات الفضائية. الإعلانات دي بتكون غالبا لمنتجات طبية خارج السيطرة وبمجهولة المصدر التصنيع، خاصة ما نعرفش إذا كانت بتتصنع تحت بير السلم أو إذا كانت فعلا مستوردة من الخارج، وهل هي فعلا حاصلة على موافقة وزارة الصحة. هذه الفوضى يعني لفتت انتباه مجلس النواب، وعلى أساسه ناقش يوم الثلاثاء 28 مارس الماضي تتحدث عن ضرورة إنشاء قانون، وبالفعل أقر قانون بشكل مبدئي، وهو مواد من قانون من 10 مواد ووافق عليه بشكل مبدئي، ولكن الشكل النهائي حتى يتم إحالته لمجلس الدولة لإقراره بشكل نهائي. هنناقش مع حضراتكم ده النهارده وتأثيره بالطبع على الأسرة وعلى المنتجات اللي بيتم الاستحواذ عليها. هل لماذا يعني اختاروا فقط المنتجات الطبية على الرغم من هناك منتجات أخرى كثيرة بيتم مجهولة المصدر وربما تكون أكثر خطورة على المواطنين من المنتجات الصحية؟ ولكن كل ده هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة مع ضيوفنا، ولكن هننتظر طبعا مشاركات حضراتكم معنا في إجاباتكم على سؤال حلقة اليوم، وهو ما رأيك بقانون تنظيم الإعلام عن المنتجات والخدمات الصحية بالطبع الذي أقره البرلمان. هننتظر مشاركات حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج على الفيسبوك وتويتر وجوجل بلاس وسكايب وإنستجرام على همزة وصل إي جي. مشاهدينا هنروح نشوف آراء حضراتكم اللي وصلت لصفحة البرنامج واللي هيستعرضها لنا الزميل مصطفى نزار. مساء الخير مصطفى. مساء النور ميرفت عليكي وعلى مشاهدي الكرام في كل مكان. زي ما حضرتك قلتي وزي ما تابعنا، هكون معاكم في غرفه المتابعه نرصد كافه التعليقات اللي بتيجي على صفحه البرنامج، وبالطبع بيكون ليها كامل الاثر والاثر الايجابي على متخذ القرار. خليني اقرا لحضراتكم التعليقات اللي وردت من حضراتكم ونشوف مدى توافقها وارائها وكل اللي فيها من اقتراحات ربما او بصوره او باخرى هتصب في القرار الذي سيتخذ بصوره ايجابيه. تعليق من ابو علي نصر علي خليفه يتحدث عن هذا الامر ويقول: موافقه مجلس النواب على تنظيم او قانون تنظيم المنتجات والخدمات الصحيه خطوه جيده، لكن المهم في تنفيذ تلك القوانين، لان للاسف الاهمال المتعمد وعدم الالتزام بالعمل ووقت العمل في المصالح الحكوميه في مصر اثبتت الحملات التفتيشيه في المحليات بان معظم الهاربين من العمل في وزاره الصحه وللاسف الاطباء، فهذه كارثه بكافه المقاييس. لكن الطبيب يغيب عن عمله وهو يعتبر المسؤول الاول عن موظفي المستشفى، ماذا يفعل باقي الموظفين؟ اكيد سيحذو حذوه. عندما يصاب احد بحادث لا قدر الله بيذهب مباشرة إلى المستشفى فلا يجد من يسعفه، فأين الرقابة؟ ونتمنى لأن ألا تتكرر هذه الحوادث مرة أخرى. هذا تعليق أو هذه التعليقات دائما ما تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر قناة النيل الأخبار. تعليق أيضا يا ميرفت من عادل أبو شنب يتحدث فيه عن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، بيقول فيه أنه سوف يحقق مصلحة المواطن ويقضي على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين، لأنه في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، وده ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والأبحاث المعتمدة. فيجب على الدولة إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، وأيضا إصدار قرار بوقف بث القناة أو الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلانات الغير مرخص لها، وحفظ الله مصر. وتحياتي لكم أسرة البرنامج. شكرا لك أستاذ عادل. تعليق آخر من مجدي ابن البلد يقول: نتمنى وندعو الله أن يكون قانون الضيف كله أمين، وهو ممكن أن يخرج أو ينزل، لكن المهم هو أن يتحقق هذا القانون وأن يخرج للنور قبل أن يعني ننتقل إلى الرفيق الأعلى. شكرا لك مجدي، ونتمنى ندعو الله أن بطول العمر لك ولكل متابعينا ومشاهدينا. مصطفى عادل يقول: يجب مع كل قانون أن يصدر من مجلس النواب أن توجد آلية محددة لتنفيذ هذا القانون، وأيضا آلية أخرى للرقابة عليه، وأن تكون رقابة حقيقية وصارمة في نفس الوقت. ألا يكون دائما القانون مكتوب بالقلم دون تطبيق على مدار الساعة حتى لا تصبح القوانين بيضاء بلا تنفيذ حقيقي.
تعليق آخر من علي محمد محمد يقول فيه: لماذا لم يتم استخراج قانون طباعة التسعيرة الجبرية على جميع المنتجات من مجلس النواب حتى الآن؟ الرجاء من أسرة البرنامج نقل سؤالي لأحد ضيوفكم من أعضاء البرلمان، ولكم جزيل الشكر. بالفعل علي سؤالك مطروح معنا في هذه الحلقة، وسيكون مع ضيافة زميلتي ميرفت من النواب أو من يدخلون معنا عبر الهاتف. عبد الناصر الكوم يقول: خطوة جيدة للغاية وجاءت في الوقت الذي لا يحتمل فيه التأخير، فصحة المواطن تعتبر من أهم العناصر التي يجب على الدولة أن تهتم بها وتسعى لحمايتها. وشكرا لأسرة البرنامج، شكرا أيضا لك أستاذ عبد الناصر. يعني دي كانت عينة بسيطة من مشاركتكم مشاهدين الكرام ومتابعتكم الكريمة على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل، ونحن سنكون في انتظار المزيد من التعليقات ومن المشاركات، والتي بالطبع سيكون لها طيب الأثر في إجراء هذا الحوار حتى يخرج بتوصيات محددة لمتخذ القرار تصب في نهاية الأمر لصالح المواطن الذي نحن بصدد الخدمة له. عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام لزميلتي ميرفة المليجة ومتابعة أولى اتصالاتها الهاتفية مع ضيوفنا الكرام، ومستمرين معكم في هذه الحلقة. إليك يا ميرفت. شكرا لك مصطفى، وشكرا لكل المشاركين في هذه الحلقة. وتابعونا مشاهدين، هنتابع دلوقتي ونسأل أسئلة حضراتكم كلها للضيوف اللي هيكون معايا عبر الهاتف. وهيكون أول ضيف معايا عبر الهاتف هيكون معايا دكتور محمد أبو حامد، أو النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وأيضا دكتور أشرف مكاوي رئيس نادي الصيدلة. واسمحوا لي أبدأ بالنائب محمد أبو حامد. سيادة النائب تحياتي أولا، يعني كان حضرتك تعليق عن هذا الأمر إن هذا الأمر تأخر كثيرا في مناقشته، وده كان هيكون سؤال لحضرتك، يعني لماذا تأخر البرلمان في النظر لهذه القضية الهامة، خاصة وأن الكثيرين من المواطنين وقعوا تحت طائلة الغش في هذه المنتجات؟ هو تحياتي لحضرتك. هو الفكره مش قصدي تاخر البرلمان، وانما قصدي تاخرت بس في اصدار مجموعه قوانين بحمايه المستهلكين، وفي مقدمتها هذا القانون، خاصه بعد ما ظهرت اعلانات للخدمات الصحيه او لبعض الادويه بعض الاعشاب الطبيه او مشابه، وبقت بتدخل كل بيت عن طريق القنوات الإعلام المختلفة، وخاصة القنوات المجهولة. وفي الحقيقة ما كانش بيتم مراجعة صلاحية المنتج اللي بيتم الإعلان عنه أو المركز اللي بيتم الإعلان عنه من حيث جودته أو فعلا تحقيقه للغرض اللي بيتم الترويج ليه. فكان بيحصل زي غش تجاري ممنهج. طبعا الغش التجاري في جميع الحالات مرفوض، لكن كمان لما يكون مرتبط بصحة المواطنين هيبقى رفضه يعني اوجب، وهيبقى مش بس مرفوض، وانما هيجب زي ما القانون عمل ان احنا نرتب عقوبات على اللي بيتعمدوا الغش التجاري في هذا الامر، وانه لا يسمح لاحد ان هو يروج لاي منتج من المنتجات الصحية او الطبية الا اذا كان المنتج ده تم مروره على لجنة فنية متخصصة تؤكد فعاليته انه مش مضر لصحة المواطنين. طيب اهم بنود هذا القانون، يعني حضرتك من وجهة نظرك شايف ان البنود كافية، وعايزين نعرف اهم البنود والاجراءات الرادعة لمثل المعلنين بصفة عامة اللي بيستخدموا هذه المنتجات. يعني خلينا نقول بداية انه من اهم البنود ان هو انشأ لجنة متخصصة، هي اللي لجنة فنية طبعا في ادويتها متخصصين من النقابات المرتبطة بالخدمات الصحية والادوية وخبراء، عشان لا يتم الاعلان عن اي منتج من المنتجات الصحية او اي خدمة من الخدمات الصحية الا بعد الحصول على موافقة من هذه اللجنة الفنية. وفي حالة قيام أي شركة أو أي قناة بالإعلان عن منتج من غير ما يكون حصل على هذه الموافقة بيتم ترتيب عقوبات رادعة فيها سجن وفيها غرامة، وكمان لو استخدم المنتج ده مواطن وترتب على استخدامه ليها إصابته بضرر أو عاهة أو مشابه بيتم تغليظ العقوبة وتغليظ
الغرامه. نعم. وبالنسبه للقناه الاعلاميه اللي تسمح لاعلان يتم يعني اعلانه على شاشتهم من غير ما تحصل على هذا الترخيص بيجوز ان الهيئه تطلب من الجهه المختصه باعطاء الترخيص لهذه القنوات انها تسحب منها الترخيص. هستاذن حضرتك تبقى معنا سياده النائب محمد ابو حامد. هروح سريعا للدكتور اشرف مكاوي رئيس نادي الصيدله. دكتور اشرف تحياتي. يعني هل نقابه الصيدله دور في هذا القانون في هذه اللجنه التي سيتم تشكيلها للموافقه على اي منتج طبي سيظهر على اي من الشاشات الفضائيه؟ شارينا قدم التحيه لحضرتك وللساده المشاهدين ومعالي النائب. الحقيقه القصه مش بدات بس من النهارده، واسمح لي ان انا اركز على كلمه التاخير اللي معاليك اتفضلت بيها. من اكثر من 5 سنوات نقابه الصيدله قدمت شكاوى لدى وزاره الصحه ووزاره الاستثمار عن وجود منتجات مجهوله الهويه او مهربه بيتم الاعلان عليها مباشره ويستخدمها المواطنين، حتى ان الحالات اللي كانت بتجي لنا شكاوى في نقابه الصيدله من اصابات مباشره كنا بنحولها للاسم او للنيابه كانت مفزعه. وللاسف دايما رد وزاره الصحه كانت بتقول ان هذا الامر بيرجع وزاره الاستثمار وانها ليس منوط بها انها تجمع هذه الجهه، وما دام راحت وزاره الاستثمار اصبحت صفه تجاريه، وما اصعب ان تكون دوله صحه الانسان فيه عباره عن تجاره ما بين بائع ومشتري. صحيح. انما مع التحرك الان المشكور، وانا بقدم الشكر لمجلس النواب وخاصه مجلس الصحه، انا بعتقد ان هذا القرار ما هو متاخره، لانه قد يكون انقاذ ما يمكن انقاذه. وجود النقابات، وانا بقول ايوه نقابه الصيدله لها دور في انها توافق على اعلان اي منتج دوائي، ولكن الامر تعدى المنتج الدوائي بمراحل. المنتج دلوقتي المرحله وصلت الى الدكاتره اللي بيستضافوا علشان يعلنوا عن المراكز بتاعتهم، اللي احنا نفسنا بيجي لنا الشكاوى سواء كان في نقابه الاطباء والصيادله عن مقاسي وبعض الستات اللي بيجي لهم حكم بعد العلاج، وعن مراكز التخسيس اللي ما اعرفش بتجيب الاعشاب منين، المنتجات كلها محرمه دوليا، والاقسى من كده منتجات اسرائيليه بدات تغزو السوق وما احناش عارفين تركيبتها ايه، ولما بنوديها وزاره الصحه بنكتشف ان كلها منشطات بتؤدي الى الموت او الى الاوزان او احيانا. هو المتابع كان المفروض ان هذه المنتجات قبل صدورها او ان اي قناه موجه ليها التعليمات ان عشان تعلن عن اي منتج لابد من انه يحصل على ما يفيد انها حاصله على موافقه وزاره الصحه، ده ما كانش بيتم. هو هقول لحضرتك ان احنا توجهنا الى جهاز حمايه المستهلك بشكوى ضد مطرب مشهور كان بيعلن عن منتج للسكر، عن علاج السكر بيقض عليه الابد، واكيد سعادتك بدون ذكر الاسماء عارفه من المطرب ده اللي اعلن عن المنتج السعودي نزل قضى على السكر، واكتشفنا ان نسبه الضرر اللي ظهرت منه عاليه جدا، ووقتها تحرك جهاز المستهلك ضد هذه القضيه، ويمكن هي اللي اثارت الراي العام ان الموضوع وصل اصبحت التجاره ان انا هجيب نجم دلوقتي بيعلن عن الدواء علشان ياثر على الجمهور. ده صحيح. إذ لم تكن الرقابة والعقوبة رادعة فسيتحول هذا القانون إلى الأضرار، مع احترامي الكامل لمعالي النائب ولجنة الصحة، لكن الأمر جد خطير. لا يمكن تكون صحة الإنسان سلعة مفادها الجنين. صحيح. هستاذن حضرتك تبقى معنا، هعود لحضرتك مره اخرى، هروح مره اخرى للدكتور محمد ابو حامد. سيادة النائب، يعني الدكتور تحدث عن تغليظ العقوبات وضروره تغليظها مش بس لما يتم تحقيق اصابه او يصاب اي من المستهلك باصابات زي ما حضرتك ذكرت، لا، انه المفروض من البدايه حتى تكون رادعه، لابد من وجود قوانين رادعة من البداية حتى تمنعوا عن الإعلان أو اتخاذ أن يخطوا هذه الخطوة. يعني أنا بطمن حضرتك والمشاهدين والسادة النقيب إنه المادة 7 من المشروع القانون أو من القانون نصت على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير تصريح من اللجنة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. 20 ولا 200؟ انا اعتقد قريت ان 200,000 ولا 20,000. لا ده 200 ده فندم مع ترتب الضرر. يعني ده احنا بنتكلم هنا على انه اعلن من غير ما يحكم على الترخيص المطلوب بالاعلان. حضرتك شايف ان العقوبه اللي حضرتك ذكرتها دي كافيه او رادعه؟ الماده يعني هي في الحقيقه مجرد وجود نص بعقوبه سالبه للحريه. زائد كمان ان القانون
في لا تمنع نصوص اللي موجوده في قانون العقوبات اذا كانت اشد. وبعدين في الماده الثامنه قلنا العقوبه تصل حد السجن المؤبد والغرامه التي لا تقل عن 200,000 جنيه اذا ترتب على الاعلان عن المنتج او الخدمه الصحيه واستخدامها اضرار صحيه تصل الى الوفاه او الاصابه الخطيره او الاصابه الخطيره. فاللي انا عايز اقوله يعني انه القانون رتب عقوبات. وحضرتك تعلمي كمان ان احنا لسه في قانون ضمن مجموعه القوانين الخاصه بحمايه المستهلك قانون موحد هيصدر. فانا اظن ان مجموعه القوانين دي مع بعض هتوفر حمايه اولا من حيث انه لو حد اعلن عن منتج دون المرور على اللجنه والحصول على ترخيص هيعاقب بعقوبه رادعه، وانه لو يعني الامر ده استخدم وترتب عليه ضرر هيرتب بعقوبه اشد وتكون ايضا رادعه. فهيك شايف ان في اي ثغرات ممكن من خلالها المعلن يقدر برضو ينفذ مخططه ان هو يعلن عن المنتج بتاعه، ولا الموضوع مقفول من كافه الثغرات؟ هو في الحقيقه من وجهه نظري القانون ده زائد القوانين اللي بتنظم الاعلان والاعلام وبتنظم تراخيص القنوات الفضائيه، اظن القوانين دي مجتمعه مع بعض فتشد اي ثغرات. لان حضرتك تعلمي ان الامر وصل دلوقتي ان بعض القنوات الفضائيه دي بتعلن عن الدجالين والمستعوذين يعني بشكل مباشر كده، ان فلان اللي بيعالج السحر وفلان اللي بيعمل كذا. ما هو ده كان هيبقى سؤال حضرتك، لماذا يعني تم اختيار فقط او قانون صادر فقط فيما يتعلق بالمنتجات الصحيه، على الرغم ان في منتجات اخرى بيتم الاعلان عنها مجهوله الهويه ربما يكون ليها اثر اكتر واداء وضرر اكتر على المستهلك من المنتجات الصحيه؟ هو قانون تنظيم الاعلام وهيبقى بينطوي على مواد رادعه في هذا الخصوص، ويمكن قانون الاعلان عن الادويه والخدمات الصحيه يعني ذكر خاصه لخطورته المباشره الصريحه صحيح على صحه المواطنين. لكن انا بقول لحضرتك كافه الجرائم المرتبطه بالاعلان والغش التجاري في مجموعه قوانين هتكون بتغطيها بحيث ان ما يبقاش في اي ثغره، مش بس فيما يخص الخدمات الصحيه وانما فيما يخص اي خدمات هتكون بتقدم ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا سيدة النائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن بالبرلمان. وهعود مره اخرى للدكتور اشرف مخاوي رئيس نادي الصيادله. دكتور اشرف، حضرتك شايف ان هذه المنتجات التي بيتم الاعلان عنها هل بتكون بتعدي بمرحله من مراحل المرحله يعني وزاره الصحه باي صوره، وبيتم مثلا التحايل على الموقف بصوره معينه، ولا هذه المنتجات لم تمر اطلاقا على الوزاره، وازاي اصلا بتخش من في الجمارك او لو بيتحدثوا انها منتجات مستورده؟ خليني اقول لك نقطتين هامتين. النقطه الاولى ان قانون تسجيل الدواء منع اي اعلان باي صوره عن الدواء، وتتذكري اعلان البايركتا اللي كان نزل على دريم قناه دريم وتم وقفه تماما بمجرد ما قدمت نقابه الصواب لشكوى. اما فاذا كان تم الاعلان عنه اذا هو لا يحمل ترخيص، ودي قاعده عامه في نظام التسجيل في مصر. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا كنت اتمنى يكون معانا على الهواء لما اقول له ان حضرتك المنتج اللي بيعلن عنه على مصر كلها وعلى الدول العربيه بيكسب ملايين، فكيف تقول ال 20,000 جنيه اللي انا ممكن ادفعها بكره بالظبط؟ واحنا ايه المشكله يعني؟ حضرتك انا شايف القانون ده محتاج مراجعه. عقاب الصحه يساوي قتل العمد. عقاب من يضر احد صحيا هو قتل عمد يستوجب محكمه الجنايات والحكم بالاعدام، وليس ب 20,000 جنيه ولا حتى بمليون جنيه. ما فيش حاجه تساوي صحه الانسان. القانون ضعيف ولن يوقف هذه الظاهره، وانا بعلن لحضرتك اعتراضي على فقره العقوبات اللي نادينا باستمرار بان التضرر باي صوره من الصور عن طريق اعلان هو تضرر جنائي اصابه مباشره مع العمد في صحه الانسان. طب انتم كنقابه صيادله ما وصلتوش اعتراضكم ده بشكل رسمي للبرلمان؟ قدمنا مسوده قانون عن هذا الكلام، واعتبرنا ان هذا القانون يتبع محكمه الجنايات لانه هو تعدي على الصحه العامه، والقتل اساسا هو تعدي على صحه الانسان، هو قتل. صحيح. فازاي يبقى الموقف انا اساوي 20,000 جنيه؟ اذا كنت انا اكسب في الاعلان ده اكثر من 10 مليون جنيه. فالقناه اللي هو هيعلن فيها هتقتل البواب اللي على الباب 20,000 جنيه مرتبه، ايه ال 20,000 جنيه اللي ممكن اخاف منها؟ عشان في النهايه لما كان زمان كان قانون الصحه بيقول ان غش في النهايه ب 10 جنيه، وجدنا الغش التجاري في الدواء كتير لان غرامه والعقوبه ما كانتش رادعه.
سنعيد نفس القاره لعشرين في المئه مع الناس، مش رقم استطيع ان انا اعلن دلوقتي واكسب ملايين الجنيهات وادي لك مليون جنيه مش 20,000 جنيه واكون قتلت كل المصريين. صحيح صحيح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف مكاوي رئيس نادي الصيادله على هذه المداخله. وهنعود مره اخرى مشاهدينا لاستعراض عدد من الاراء والمشاركات اللي وصلت لصفحه البرنامج مع الزميل مصطفى مزار. اليك مره اخرى مصطفى. مره ثانيه بشكرك ميرفت وبشكر مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان اللي ما زالت تعليقاتهم بتتواصل على صفحه البرنامج حتى هذه اللحظه، ودعوني اقرا بصوره سريعه وعاجله التعليقات حتى انتهي منها جميعها. تعليق من ايمن الانصار يقول: ما هو القانون ومن المستفيد ولصالح من؟ فالشعب المصري خط احمر ولا تلاعب بصحه المواطن والحفاظ على امنه القومي وسلامه الشعب وصحته البشريه وتجنب اي ضرر وايذاء المنتجات والخدمات الصحيه من الاعلانات والتسويق والغش من المنتجات مجهولة المصدر. بيتمنى أيمن أنصاري أن يكون هناك شعب خال من الأمراض وعدم الفساد والغش والمحسوبية وانعدام الضمير، ومصر فوق الجميع، وسوف تكون هناك منظومة متكاملة من كل ما هو جديد في مجال التعليم والتربية الوطنية في مصر، وتحيا جمهورية مصر العربية والحمد لله رب العالمين. تعليق آخر من محمود الضوي يقول فيه: رأيي في موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية قانون ممتاز وصحيح في الوقت المناسب لتوقف عشوائية تسويق المنتجات والخدمات الطبية والصحية بعضها مجهولة المصدر وكذلك الخامات وبلد المنشأ واستغلال ألم المواطنين في جني أموال. أيضا نريد أن يكون هناك تنظيم للإعلانات ولكل شيء أيضا في المجتمع. نشكرك طبعا شكرا أستاذ محمود الضو، وبنتمنى لك التوفيق والسلامة. تعليق آخر من عويض عويضة يقول فيه: بالنسبة لإقرار الموافقة على قانون تنظيم الخدمات الصحية في مجلس النواب، هذا شيء جميل للغاية لأنه يعطي دفعة قوية للمواطن في أن يعرف ما هي الخدمات المقدمة له من قبل الحكومة بشفافية وبصدق كامل. لكن أحب أن أعبر عن رأيي وأقول بأن الأهم من الموافقة على القرارات هو التنفيذ الفعلي لتلك القوانين والتي أصبحت في الأدراج حتى امتلأت عن آخرها، ثم تتبخر ونخرج قوانين أخرى وتشريعات دون سابق، ونأمل من الحكومة الإسراع في تنفيذ القرارات الأخيرة. شكرا لأسرة البرنامج، شكرا أيضا لك. تعليق آخر من علي نيش يقول فيه: منشورات هذا التعليق ليس من مصر لكنه يتحدث عن أنه هناك منشورات تصب في نهاية صحة المواطن ونتمنى لها السلامة. شكرا لصاحب التعليق. إبراهيم راضي يقول فيه: لابد أن نرى حلول مختلفة وجذرية لكافة المشكلات. تعليق آخر من محسن القاضي يقول فيه: فين من زمان، ونتمنى أن يكون تعليقات نتمنى أن يكون هناك قوانين مكملة لهذا الأمر. بنشكر طبعا مشاهدينا الكرام على كمية التعليقات المختلفة والمتنوعة في طرحها، وبعود مرة تانية لميرفت المليجي واستكمال باقي الاتصالات مع ضيوفنا الكرام، وسنكون في المزيد من في انتظار المزيد من تعليقات حضرتكم. إليك ميرفت مرة أخرى. شكرا لك مصطفى. مشاهدينا اسمحوا لنا نروح على طول لضيوفنا عشان ننقل ليهم كل القلق والطلبات اللي جت في التعليقات للسادة المشاركين في البرنامج، ويكون معايا الأستاذ أحمد سمير وهو المدير التنفيذي بجهاز حماية المستهلك. أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك. يعني حضرتك شايف أن القانون حماية المستهلك هو هذا القانون الذي صدر عن البرلمان هو من 10 مواد، حضرتك شايف أن هذه المواد بطبيعتها وما تنص عليه كافية بالفعل لحماية المستهلك من هذه التجارة التي تصب مباشرة في صحة أو يعني بتصيب مباشرة صحة الإنسان وربما تودي بحياته؟ مرحبا بحضرتكم بالسادة المشاهدين. هقول لحضرتك حاجة. طبعا كان الأسواق المصرية وزي ما احنا شايفين دلوقتي الفضائيات مفتوحة على مصراعيها كانت بتصب كل يوم صبا على المستهلك المصري. بالنسبة للإعلانات المضللة فيما يخص الأدوية أو أي إعلانات مضللة حتى للسلع العادية، طول النهار قاعدين قنوات فضائية، وإحنا عارفين معظم القنوات دي بتبث من خارج جمهورية مصر العربية ومن خارج حتى المنطقة الإنتاجية الإعلامية، وكان جهاز حماية المستهلك في المجال ده يمكن كان أول حد يتولى هذا الملف في جمهورية مصر العربية. وجينا دوت بماده واحده كانت موجوده في القانون عندنا اللي هو 67/2006 اللي هي بالاعلان المضلل، وابتدينا انشانا مرصد اعلاني عشان نبتدي نرصد هذه الاعلانات فيه. بنعمل فيها ايه بعد كده؟ كنا بنخاطب الجهات المعنيه زي وزاره الصحه او اي جهه اخرى، بنقول هل الكلام ده داخل سليم؟ هل الكلام ده
فعلا هو واخد تصريح وزاره الصحه، لان في اعلانات يمكن حضراتكم سمعتوا عنها قريب، وفيها بعض الساده الفنانين وودعوا وجود تصريح وزاره الصحه، وهو كان الكلام ده مخالف للحقيقه. احنا بنقول خدنا الاجراء دوت وخدناه على عاتقنا، الكلام ده بقاله تقريبا اكثر من سنتين او ثلاث سنين، بنبتدي نخاطب جميع الجهات المعنيه ونشوف هل الاعلان ده فعلا، هل الجهه الحاجات دي داخله سليمه، يعني واخده موافقاتها وداخله عن طريق المنافذ الشرعيه بجمهوريه مصر العربيه. طبعا هنقدر نقول لحضرتك ان اكثر من 95% من هذه الاعلانات هي اعلانات مضلله، لا دخل رسمي، لا دخل عن طريق التهريب، لا الدوله واخده حقها فيها، ولا واخده تصاريح، ولا معروفه خامتها معموله من ايه، ولا المنتجات اللي فيها، ولا بلد المنشا سليمه، وكلها منتجات. طب حضراتكم لما كنتوا يعني تتوصلوا لاي من هذه المنتجات او المعلن كان ايه بيتم التعامل معاه ازاي؟ كان بيتم احنا عندنا في قانون حمايه المستهلك الثلاثه مجربين اللي هم المعلن والوكاله الاعلانيه وصاحب الشركه او صاحب المنتج نفسه. فكنا بننزل الثلاثه، طبعا احنا غير ان احنا كنا بنعمل محاولات شراء عن طريق الارقام اللي هم دايما بيستخدموا فيها موبايلات عشان ما لهمش مكان ثابت. فكنا بنعمل محاولات شراء عن طريق اداره التحريات اللي معاها الضبطيه القضائيه، وبنعمل بنمسك الناس دي بنحولها للنيابه المختصه، وطبعا بيبقى عندنا السي دي اللي فيه الاعلان عشان نثبت الواقعه، وعندنا الجهه اللي رجعنا لها وقالت لا ده التصريح هذا المنتج غير مصرح به، وخصوصا حيث منتشر فيها بطريقه غريبه جدا الادويه المنشطات الجنسيه وادويه التخسيس والادويه، يعني مش عايز اقول لحضرتك المكونات بتاعتها ما حدش يعرف هي مكونه من ايه. لان في بعض الاعلان مرحله ما بعد الوصول للنيابه بيتم التعامل ازاي؟ هي بتنزل طبعا المحكمه وبتاخد حكم طبقا لقانون حمايه المستهلك. احنا بنقول ده في الوضع الحالي هو مش كافي، هو غرامات فقط، ولكن ده الناس بتقصد الاضرار بالصحه العامه والمستهلك نفسه. فبالتالي القوانين الجديده، القانون الجديد اللي اتشرع بيدي عقوبات مغلظه اكثر، وفي رد اكثر لحق المستهلك. نعم، هستاذن حضرتك هتبقى معنا وهيكون معانا المستهلك، معانا مواطنه مروه محمد عبر الهاتف من القاهره. استاذه مروه تحياتي ليكي، يعني اكيد بتابعتي او صادفتي، لو مش بتروحي او بتتفرجي على هذه القنوات تابعتي وصادفتي هذه النوعيه من الاعلانات، كيف تعاملتي معها؟ وهل بالفعل جربتي في مره انك تتصلي بهذه الاعلانات او تحصلي على اي منتج من هذه المنتجات؟ تحياتي ليكي. لا طبعا مش ممكن هجرب لان مش متاكده من مكوناتها، لكن تكرارها باستمرار على القنوات ده ممكن يخلي المشاهد يبدا يفكر انه يجرب، دي اول مره. النقطه الثانيه المحتوى والاعلانات دي لما بتنزل على القنوات وبالذات بقى قنوات الاطفال، انا يمكن ابعد شويه عن القنوات الثانيه، قنوات الاطفال ليه تاثيرها بقى وتكرارها على القنوات دي وعلى الاطفال وهم قاعدين بيقلدوا الناس ازاي بيفكروا طب احنا ممكن نجرب ده، طب هو ده بيعمل ايه؟ ده في حد ذاته برضه خطر على المشاهد بقى الصغير، مش حول المشاهد الكبير. تمام، طب انت شايفه ان وجود استعانه هذه الشركات بفنانين، بوجود فنان في الاعلان، ده فعلا بيكون ليه عامل ثقه، بيديكي ثقه في هذا المنتج؟ لو لقيتي فنان معين ليه اسمه بيقدم هذا الاعلان، ده بيديكي كمشاهده ثقه في هذا المنتج؟ ساعات لا، يعني ممكن يفقد من ثقته، مش ممكن، يعني هو الاستعانه بيه مجرد للدعايه مش اكتر. طيب يعني انت شايفه ان هذه الشركات بتعول كثيرا على ثقافه المجتمع؟ يعني اعتقد ممكن في دول ثانيه اكثر تحديا وثقافه ما يجرؤوش على مثل هذه النوعيه من الاعلانات، هل شايفه ان هذه الشركات بتعول اكثر على ثقافه ان البعض ربما يصدق المحتوى وتاثير هذه الادويه والكلام ده كله على بالفعل على المواطن، ولا بالفعل هناك وعي؟ ولو كان في وعي ازاي بتنتشر كل هذه الشركات بهذه السرعه؟ اظن ما فيش وعي كفايه لان ما كانتش هتذكر بالشكل ده الاعلانات دي، ما في وعي اعتقد كان الموضوع هيبقى يعني في كنترول عليه. طب انت كمواطنه لو تعرضتي لحاله غش عامه في اي منتج، سواء المنتج الاعلاني او اي منتج، انت من الناس اللي بيلجأوا لجهاز حمايه المستهلك، ولا يعني مش يعني في بعض المواطنين بيكون لديهم بعض من السلبيه في التعامل، يعني خلاص بيستعوض ربنا في الحاجه اللي اشتراها وخلاص، وفي البعض الاخر لا بيبقى حابب حتى لو الحاجه قيمتها بسيطه جدا ان هو يلجا لجهاز حمايه المستهلك، ده حصل بالفعل قبل كده معاكي؟ حصل وبتفاعل، بس الفكره بقى في الجهات الرسميه انها ممكن ما تتفاعلش مع المستهلك بشكل يعني يستحق.
هو بيتفاعل اكتر من الجهه. بمعنى؟ بمعنى انا ممكن اوجه شكوتي لجهاز او مسؤول وللاسف ممكن ما يعني ما يفيدنيش كفايه. نعم. طب احنا دلوقتي معانا الاستاذ احمد سمير مدير تنفيذي بجهاز لحمايه المستهلك. حضرتك مستهلكه اكتر طلب ممكن توجهوله او سؤال حابه تسألهوله او نخليها طلب ممكن حابه يتوفر في الاسواق في الفتره القادمه طبعا فيما يخص الاعلانات على التلفزيون او الاستهلاك بصفه عامه؟ الفكره السيطره على يعني الاعلانات ديت وتاثيرها على المشاهد بس علشان مش تأثيرها ان انا اروح اشتري وتأثيرها لا يبقى صحي بعد كده ومعرفش اخر التأثير ده. طيب حضرتك شايفه ان هذه النوعيه من الاعلانات قادره فعلا ان هي تحقق ضرر مباشر للمستهلك وللمشاهد؟ يعني احنا برضو بجانب الاعلانات الصحيه بنجد ايضا هناك اعلانات بتخدش الحياه. حضرتك شايفه ان ازاي يتم التعامل مع هذه النوعيه من الاعلانات؟ استاذه مروه فقدنا الاتصال باستاذه مروه. بشكرك شكرا جزيلا استاذه مروه محمد من القاهره. وهعود مره اخرى استاذ احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حمايه المستهلك. استاذ احمد سمير يعني زي ما سمعنا دلوقتي يعني هي مستهلكه هي طبعا لديها قدر من الوعي ان هي ما بتقدرش تشتري من هذه المنتجات، ولكن سؤال لحضرتك يعني انتشار هذه النوعيه من الاعلانات ده بيعكس ان اكيد لقوا انها مربحه وان في شركات سابقه ليها حققت ارباح كثيره فبالتالي انتشرت وشافتها انها وسيله جيده للتربح. حضرتك شايف كيف يتم بقى التعامل الامثل مع هذه الاعلانات قبل حتى صدور هذا القانون اللي احنا في انتظاره؟ مروه لا الحمد لله احنا جهاز حمايه المستهلك بيتلقى الشكاوي بيتعامل معاها بجديه قويه جدا، واحنا عندنا نسبه حل الشكاوي تصل ل 90% وده اعلى معدل عالمي في حل الشكاوي والاستجابه ليها. دي نقطه بس عشان اطمن الناس والمستهلكين ان بيبقى في حد كده. بصراحه احنا في دايما بيجي لنا كده فعلا ان جهاز حمايه المستهلك من اكتر الاجهزه اللي بتستجيب لاي شكاوى بيتم فعلا بيتم حل اي مشكله حتى لو كانت شركه كبيره او شركه عالميه. بالظبط كده، ده اللي احنا القواعد المحطوطه عندنا، وان شاء الله يعني دايما بنبقى عند حسن ظن المستهلك او دايما بندور على حقه. دي نقطه. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها الوعي هو الاساس، هو الاساس والاساس، لان هقول لحضرتك عدد كبير جدا من القنوات دي هي قنوات خارج جمهوريه مصر العربيه، عشان نسيطر عليها ونقفلها او نمنعها او نحولها للنيابه يبقى شبه مستحيل. احنا بنعمل الاجراءات القانونيه اللي بتتاح لنا، بيبقى في اكشن عنيف مع الحاجات اللي موجوده او البضاعه الموجوده داخل الجمهوريه او اللي بيوزعوها، لكن البث نفسه لازم يبقى في وعي من المستهلك، لازم بناكد على المستهلك ان انت خلي بالك ما تتعاملش مع اي رقم موبايل، لان رقم موبايل ده يعني معناه مش هنعرف نجيب له، يعني ملوش رقم ارضي. خلي بالك وانت بتتعامل مع الرقم حتى الارضي انت لازم تشغل مخك اكتر، لازم تشغل حواسك اكتر. بيعتمدوا ان هو على التكرار بعدد لا نهائي، لان هم بياخدوا باكج من الاعلانات مخفض، فبالتالي بيقعدوا يزيدوا زي ما بيقولوا كده المثل الشعب اللي عندنا الدوي على الميدان امر بالسحر، فبيقعدوا يكرروا لدرجه ان بقول لحضرتك بيجي لنا شكاوي من بعض الناس عالي الثقافه جدا ومستوى عالي جدا في الدوله ثقافيا ويقعوا الاختبارات من هذا الاعلان من كثر التكرار، فبيصدق بيجيله قناعه داخليه ان فعلا هذا وخاصة اللجوء للاستعانة ببعض من الفنانين اللي المفروض ومفترض ان ليهم ثقل، وطبعا اعتقد ان المفترض برضو التعامل مع هؤلاء الفنانين في مشاركتهم في هذه الجريمة لو صح التعبير ان دي تعتبر جريمة. بتمنى طبعا ان هذا القانون يرى النور وقانون ايضا حماية المستهلك بصفة عامة يرى النور. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك. شكرا يا فندم. وانضمت لينا الاستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الاعلام الاسبق. دكتورة ليلى تحياتي لحضرتك. يعني دائما نحن نتحدث عن الإعلام أنه رسالة، هيك شايفة أن كيف تؤثر هذه الإعلانات على في التي تعرض على هذه الفضائيات على هذه الرسالة الإعلامية، وهل الإعلام مقصر في دوره في التوعية في مثل هذه الموضوعات والإعلانات؟ أنا عايزة أقول لك إن المادة اللي بتقدم من خلال وسائل الإعلام سواء مادة تحريرية أو مادة إعلامية كلها تدخل في إطار الرسالة الإعلامية اللي بتوصل للجمهور. صحيح. والإعلانات بتأثر تأثير إيجابي أو سلبي، يعني لما الإعلان بيتضمن ممكن قوي تسبب في مشكلة للجمهور، يعني الناس تلاقي إعلان عن
دواء معين يستعملوه يتسببون في كوارث, وبالتالي هنا يبقى الإعلان هنا عمل تأثير سلبي. على العكس لو الإعلان تضمن قيمة كويسة تضمن أو رسالة كويسة توصل للناس حتى في سلوكياتهم في تعاملهم مع بعض, وبالتالي لا الإعلان له تأثير خطير والناس بتتأثر بالرسالة الإعلامية وبتتحول إلى سلوك استهلاكي أو سلوك في استخدام الخدمة اللي بيتم الإعلان عنها. في الأحوال يبقى لازم يكون هناك معايير وقواعد تراعى في الإعلان حتى لا يكون سبب في مشاكل للجمهور اللي بتلقى هذه الإعلانات. صحيح. طيب سؤال لحضرتك بقى الوعي, هل الإعلان حضرتك شايفاه تقييمك شايف بأين بدوره في عملية الوعي للجماهير بصفة عامة؟ والله لا, يعني أنا عايز أقول إن دور التوعية الإعلام ده دور مهم جدا, لا سيما من الشعب نسبة كبيرة منه متجهة للقراءة والكتابة. صحيح. وبتعتمد بالذات على التلفزيون على الراديو في ما تصل إليه من قناعات أو من مواقف بتتلقها, وبالتالي هنا مهم قوي دور إعلانات بدور التوعية. تكون مباشرة, يعني توعية غير مباشرة, يعني الدراما زمان كانت بتعلم حاجات وبتوصل رسائل, فبالتالي من خلال الدراما من خلال المسلسلات الأفلام الأغاني كل دي بتلعب دور مهم جدا في التوعية, وأنا شايفة إن هذا الدور تراجع في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة سواء من للأسف من إعلام الدولة أو من خلال الإعلام الخاص. طبعا إحنا مش هنطالب الإعلام الخاص قوي, لكن إحنا بنركز على إعلام الدولة اللي هو مفروض يكون بالأساس إعلام خدمة, والخدمة جزء منها إنك توعي الناس وتفهميهم عشان يقدروا توصل لهم رسالة مظبوطة, يتبنوا آراء مظبوطة, ياخدوا مواقف مظبوطة, يسلكوا السلوك الصحي السوي اللي هو ما يتسببش ليهم في مشاكل. صحيح. طيب دلوقتي القانون بينص ان هناك تشكيل لجنه بتتضمن عده جهات معنيه بهذا الاعلان, من ضمنها وجود ممثلين عن اتحاد الاذاعه والتلفزيون او من نقابه الاعلاميين, حضرتك شايفه دور وتاثير هذه اللجنه بالفعل على الحد من هذه الظاهره, ظاهره انتشار هذه النوعيه من الاعلانات؟ اللجان مهمه بس لوحدها غير كافيه, يعني انا برضو بطالب انه الى جانب هذه اللجان يكون في كمان تدريب للعاملين في الاعلام وفي الاعلام, ان يكون في متابعه ومرصد يرصد اي يعني المفروض ان النص الاعلاني الحقيقه قبل ما يبث على الشاشات يتراجع علشان نتاكد ان هو مش بعد ما تحصل المصيبه ناخد اجراء, لا يعني الوقاية خير من العلاج. وبالتالي مهم جدا انا بطالب انه مش رقابة ولكن مراجعة للنصوص الاعلانية حتى لا تحمل رسالة خاطئة او تعلن عن سلعة مجهولة او سلعة غير موافقة عليها من قبل الجهات الصحية مثلا على سبيل المثال, وبالتالي ينتج عنها مشكلة. صحيح. وبالتالي انا بشوف ان اللجنه ممكن تكون دورها تنظيمي, هيحط اليات لكن معاها شغل تاني مهم جدا انه يتم. احنا بنامل انه بعد تشكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هيبقى عليه مسؤوليه كبيره في هذا السياق, ومن خلال اليات واضحه يمكن ان يلعب دور مهم ومحوري بالتعاون مع مثل هذه اللجنه المقترحه. طيب يعني انا سؤالي لحضرتك بشكل فني اكتر, حضرتك شايفه ان وجود وجوه معروفه فنانين احيانا واحيانا يتم الاستعانه بوجوه ليها ثقه, حضرتك شايفه ان هذا نفسيا او يعني حضرتك طبعا استاذه اعلام وعارفه ان كل الموضوع يعني الكلام ده من في كل العالم ومن زمان هم بيلجأوا الى المشاهير في الاعلان علشان ده بيسهل عليهم جذب المستهلك واقناعه بالرساله الاعلانيه, لكن انا بطالب المشاهير من الممثلين والرياضيين وغيرهم اللي بيقبلوا انهم يشاركوا في اعلان ان هم يهتموا بمحتواه ويتاكدوا من انه الاعلان ده فعلا ما بيحملش كلام مزيف او خداع للناس او غش عليهم, والا لانه ده بيفقد الممثل نفسه او المشهور نفسه سواء كان ممثل رياضي غيره بيفقدوا ثقه الجمهور فالناس بتثق فيه, فلما هو يطلع يقول مثلا في اعلان عن حاجه وتسبب مشكله
والناس تتعرض منها المشكله بيفقد ثقته بشكل عام في مثل هذا المشروع. فانا بدعوهم ان هم يدققوا فيما يقبلوا ان يكونوا هم الاعلان في مثل هذه الاعلانات. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه الدكتوره ليلى عبد المجيد عميد كليه الاعلام الاسبق على هذه المداخله. وزي ما شفنا مشاهدينا يعني حاولنا نستعرض كل بنود هذا القانون، ونحن بالطبع في انتظار صدور هذا القانون وخروجه الى النور في حاله عاجله، وان شاء الله يكون كافي ورادع لمثل هذه الاعلانات. وبالطبع بنعول على الوعي المجتمعي لعدم التعامل والتفاعل مع مثل هذه الاعلانات. دلوقتي هستعرض لحضراتكم سؤال حلقه الغد، ما رايك في مشروع وزاره التجاره والصناعه لانشاء هيئه لتنميه المشروعات الصغيره؟ ننتظر مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه للبرنامج. بشكر لحضراتكم متابعه هذه الحلقه والى اللقاء.